أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين انقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما
وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم
لكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلونه رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين
ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العلي العظيم. نحمد الله المجيب كل دهوات لنا لا لنا رب سواه إنه البر الأليم ربنا صلى وسلم كل هالات على أحمد الهادي وهالي والصحابي والولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحن ندعو ربنا الكريم في توسل واستعاذة بكرة عيننا مدعو ولي قد رجونا النصر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مدعو ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إننا نأتي إليكم للإزاحة ما بنا شدة ثم آفة يا شيخنا مدعور ولي ليس خسرا لمن أتى إليكم طالبا بل بمطلوب له قد فاز يا مدعو ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مريض قد أتاه كامل الشفاء بكم ليس بالعلاج بل بالقول يا مدعو ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كل إفريت وشيطان وجن
മാരുതി അതിഥി ഭവാനജിനായ കുതുബനാമടവലി കങ്കുറോപത്തിങ്കശത്വ അനഹസീനിന്ദായിഹി ഫക്ഷിഫന അന്നർദായ ശൈഹനാമടവലി ഇല്ല
محمد رسول الله ثم سلم يوم بعزتنا هذا الموقف خفف انحسابنا بشيخنا مدور ولي ربي سلم هذه الأمة تنزل القضاء حين جاءه للصراط فنجي عنه يا علي يا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اجمع كلنا في دار جنات النعيم بشفاعة سيد الكونين فضلا يا ولي ربي صل على الرسول سيد الرسل الكرام سلام دائما والآل يا من هو جليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بك كلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله
الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسيدنا الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلوي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة صاحب الراتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي رضي الله عنهم وأصوله وفروعه إن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولوالديكم ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل الله منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وشدة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Shaykhana ya Shaykhana Shaykhana ya Shaykhana Shaykhana ya Shaykhana Sayyidi madahur wali Shaykhana ya Shaykhana Shaykhana ya Shaykhana Shaykhana ya Shaykhana Sayyidi madahur wali മടവൂരിൽ വായുന്ന രാജരേ മെഹബൂബർ സിയം മഷഹൂറരേ കുത്തുബുൽ ആലമെന്ന താജരേ ശൈഖ് മടവൂർ തിങ്കളേ മടവൂരിൽ വായുന്ന രാജരേ മെഹബൂബർ സിയം മഷഹൂറരേ ഉത്തുബുൽ ആലമെന്ന താജരേ ശൈഖ് മടവൂർ തിങ്കളേ റബി അവൽ പന്ത്രണ്ടു നീച്ചവർ റബ്ബിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണവർ റഹ്മാൻ്റെ പ്രീതി നേടിയ റഹ്മത്തായി വന്ന വലിയവർ റബി അവൽ പന്ത്രണ്ടു നീച്ചവർ റബ്ബിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണവർ റഹ്മാൻ്റെ പ്രീതി നേടിയ റഹ്മത്തായി വന്ന വലിയവർ മുത്തിലും മുത്തായി ജ്വലിച്ചവർ മുത്തി ഹബീബില്ലാഹിച്ചവർ മുത്ത് റസൂലിൻ്റെ ചാരമിൽ മുത്തിൽ അലിഞ്ഞ മഹാനവർ മുത്തിലും മുത്തായി ജ്വലിച്ചവർ മുത്ത്
ഖത്തെ ഹബീബില്ലാഹി ചവാർ മുത്തെ റസൂലിന്റെ ചാരമിൽ മുത്തിൽ ആലിന്യ മഹാനവാർ മടവൂരിൽ വായുന്ന രാജരേ മെഹബൂബർ സിയ മഷഹൂറരേ ഖുതുബുൽ ആലമന്ന താജരേ ശൈഖ് മടവൂർ തിങ്കളേ കുത്തുബുൽ ആലമന്ന കീർത്തിയിൽ ഷുഹ്റത്തെ നാട്ടിൽ നിറഞ്ഞവർ സൂരത്തെ ജസാഹി വാണവർ സുൽത്താനുൽ മടവു കുത്തുബുൽ ആലമന്ന കീർത്തിയിൽ ഷുഹ്റത്തെ നാട്ടിൽ നിറഞ്ഞവർ സൂര്യത്തെ ജസായി വാണവർ സുൽത്താനുൽ മടവുറളി മടവൂരിൽ വായുന്ന രാജരേ മെഹബൂബർ സിയ മഷഹൂറരേ കുത്തുബുൽ ആലമന്ന താജരേ ശൈഖ് മടവൂർ തിങ്കളേ ശൈഖനായ ശൈഖന ശൈഖനായ ശൈഖന ശൈഖനായ ശൈഖന സീദി മടവൂർ വലീ.